دابا جيسبر كاين الصوت، جيسبر كاين الصوت. جو فو سالي، نحيي جميع المغاربه والمغربيات اترافيغ لو موند، اترافيغ لا بلانيت. والله يرحم اللي ماتوا من اجل هاد البلاد، والله يطول عمر اللي لهادو اللي كيدافعوا على هاد البلاد. وتحياتي لجميع الناشطين عبر تويت واليوتيوب والانستغرام والفيسبوك اللي كيبينوا احسن صوره على هذا البلد، والصوره الحقيقيه هي احسن صوره واجمل صوره على هذا البلد. جولي بي دي ماروك، اي 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 لو ماروك سي ان بي دو غاف اي لينمي كريف. او ماروك يا با دو تريف باسكو سي ان بي دو غاف. على اي بوغ هذه الدوزيام بارتي، كنا هضرنا ان بالنسبه لهم لانفيتاسيون ا لوفيرتور دي فرونتيير، اقتراح حل الحدود، هو كان بمثابه اعلان حرب. وفعلا اعلان حرب، لانك كتعلن على فتح الحدود وكتحرض المواطن باش يدير الفرق ما بين الجنه والنار، كتولي تبان ليه راك غدار، لأن المواطن خاصو يبقاو عينيه مغمضين ومكمدين ويديه مكتفين ورجليه مكبلين وفمو فيه بطاطا طايبة مسلوقة حاطينها فمو باش ما يدويش، ولكن يقريوه على أنه هو أحسن مواطن وأقوى مواطن وعندو احسن حياة واحسن كرامة واحسن عزة من بين جميع مواطني العالم، وانه يعيش في بلد الاحلام واحسن بلد واحسن بلد الحريات والكرامة، بلد التحرر، بلد المقاومة، بلد الشهداء، بلد الترحم على الاموات، بلد الذي يساند الدول الفقراء، وهو اغنى بلد في العالم وأقوى منظومة في العالم ليس فقط في إفريقيا، وهو الذي عرف أكبر عدد من شهداء من أجل الاستقلال، وأنه مهدد من طرف جار، جار السوء الذي يهدده يوميا ودائما محاولة استفزازه وابتزازه وزرع الفتنة بين أطرافه وأبنائه ومواطنيه، وزرع عدم الاستقرار داخل وطنه الذي هو المملكة المغربية. إذن الأكسجين، الهواء الذي به يتغذى القلب والرئتين للنظام الجزائري، هو كراهية المغرب، هو الحقد على المغرب، هو تعليم كل ناشئين وكل من زاد من بطن أمه كراهية المغرب. الرضاعة بالكراهية، الفاكسان بالكراهية، الرياضة بالكراهية، الثقافة بالكراهية، الدين بالكراهية، كله بالكراهية ضد المغرب. المغرب استبدادي، المغرب استعماري، المغرب استعبادي، المغرب غدرنا، المغرب طعننا، المغرب يريد الفتنة، يريد كل هذا الشيء الحل معاه. اونتخوتون، بينما أن كل الشر يأتي من اليسار دو لست، ما كنقصدش بها اليسار، وهي فعلا اليسار المتطرف المكره الذي يكره جمال الحياة وجمال الدنيا. هذا هو اون دوطخ تيرم ملخص لهذوك الجزائريين كيدخلوا يسبونا، يقولوا لك راك تخرخر دوك المصطلحات ديالهم ديال شوفلون كي الماداما وداك الشيء الكريتيك الخاويين. ارى ليا ما عندك داك السبان، الثقافه ديالو سا مارش با، سي ديغرادي، سي ديغرادي، سي ديغرادي، سي ديغرادي، سي ديباسي، سي ديباسي. نو سوم 21ايام سيكل، بيانتو لو 22ايام سيكل. اوجوردي نو سوم الير دي درون، on n'a pas besoin de soldats ou l'atalat ou le kirch kharja ou le namir le mouqanna. Là, aujourd'hui c'est la technologie et le style light, light style,
الأسلوب الخفيف المقبول عند المجتمع، وليس السب والشتمان، لأنه هو علامة من علامات التخلف والتقهقر في الظلام والعصبية والكراهية والعنصرية. لأن لا أعرف أي بلد تسود فيه الكراهية بدرجة قاتلة وعنصرية بدرجة لا يمكن تصورها إلا بلد الجار، ماشي الشقيقة، الشرقيقة. لأن الشرقيقة، لأن الشرقيقة بالدقيقة وبلا سكوند زرعت في قلوبهم كراهية المغاربة بشتى الوسائل. الكتاب ديالهم مثقفين يا حصره، يكذبون ويؤلفون عشرات الكتب، قصص كلها كاذبة، روايات خرافية، ويعتزمون ويزعمون على أنهم عندهم شنو يقول لك، عندهم أبطال خرافية ولا ليجوند، ترى سميتهم ليجوندار، ليجوندار إيمورتال، ديز ليجوندار، لي ليجوند إيمورتال، فهمت؟ وديما يلصقوا لك التيكيتا، هذاك غدروه المغاربة، هذاك دار المغاربة، وحذاري من المغاربة، وحذاري من المغاربة. وقلت لكم شحال من مرة راه غادي نتسبوا ونتعايروني أننا كنوضحوا، كتقول لي أنت يا الجزائر زلكولي زفتوني ريفولي، أنا ما زفتونيش الجزائريين ريفولي، لو كان زفتوني ريفولي والله غير نقولها ونرمارسيهم، جي لي غوميرسي. أنا راه من نهار اللي طردوا المغاربة وأنا عايش على عصاه، باغي ندخل المغرب وما خلونيش ندخل. ونعطيكم السمية ديال الكونسيلا بدري اللي كان، بدري اللي كان سيدي بالعباس، 4 سنين وأنا كنضارب على الباسبور، والسكرتير حميد ديال الكونسيلا واللي كنت غضبان عليهم 4 سنين هما ما باغيش يعطوني الباسبور. بريميرو كانوا كيقولوا لي مينور 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 مينور، كي وصلت للاج خصني نمشي، ديز بيتون خصني نمشي، قال لك نديروا بحث المغرب واش انت مغربي ولا ماشي مغربي. جبت لهم الوثائق ديال الوالد ديالي على انني مغربي، الله يرحمه، ولد البلاد مغربي نيت، درب ولاد الكاطي في وجده، الدرب اللي كان ساكن فيه بوتفليقه وخوه سعيد واختو وخوه الاخر وعائلته، وكان ساكن فيه بن غبريت، وكان ساكن فيه بن صلاح، وكان ساكن فيه الشريف، كان ساكن فيه الخضير، درب كله كان جامع الجزائريين، هو اللي فين تزاديت انايا. ومن يوم كيجوني مراسلات بعض الناس كيعرفوا العائله ديالي، منهم الام ديال جباره والارتيست ديالنا اللي كتعرف الوالده ديالي وكتعرف الوالد ديالي وتعرفنا كيفاش كنا عايشين في المغرب. وكانت الوالده ديالي هي الاخت الوحيده، وهي البنت الوحيده عند امها، وخوتها كاع ولاد، وكانت تحماق على خوتها وجروها الجزائر وتبعتهم. الوالد ديالي ما كانش كاين، كاين برا. نهار اللي جا رجع للدار ما لقاناش، قالوا لي مراتك راها دخلت الجزائر، داوها خوتها. وخوتها من سولنا على القضيه وعرفنا الله يرحمهم، قال لك جاتهم التيماتوم من الدوله الجزائريه، قالوا لهم الا ما دخلتوش انتم محتاجين ليكم تعاونوا البلاد وتقعدوا البلاد ودخلوا، ولا غنبقى مشكوك فيكم على انكم خوانه. وفعلا دخلوها معاهم، قالوا راجلك ربما تعطل شوش وقع عليه. ديك الساعه ما كانوا لا تليفونات ولا ريزو سوسيو، ما كانش من كتصل. بعد سنه عاد بعدة صعوبات باش تدخل عندنا، و اون اغيسي كومام باش نتراسي واحد الحياه، رغم العنصريه اليوميه ضد المغاربه. وهي ماشي عنصريه، الحقد والكراهيه والغيره والحسد، لان المغاربه ناجحين في شتى اعمال، فين ما حطوا يديهم في العمل كينجحوا فيه، وهذا كان كيغيظهم. كاين بعض الناس اللي هو واحد الاقليه زوينه، ماشي هي مزيانه، ولكن غالبيه السياسه والجو العام هو ضد المغاربه، الا المغاربه ضد المغاربه. كاين تعادوا مع الرومه، كيقول له الرومي هو القوري هو النصراني، كيكرهوش الرومي بالعكس. اذا حنا انا كنصرد هذا الشيء، كنعطي التيموانياج ديالي، كنفهم الشعب الجزائري اللي كيسبني، كنقول لي ان الدوله ديالك رجعتك بلا ما تشعر، تكره الناس، تكره المغاربة بلا ما تعرفهم، تكرههم على تقاليدهم، تكرههم على ولائهم للملك ديالهم، تكرههم على أنهم كيبغيو ملكهم، كيقولوا عاش الملك سميتهم عياشة، باسوا يد الملك، لأن بروتوكول وحنا كنديروه لوالدينا وجدودنا على أنهم مستعبدين، تكره المغاربة لأنهم يطيعون زوجاتهم والزوجات يطيعون أزواجهن، فهمت؟ المرأة قلت لكم شحال من مرة، المرأة إلا تهلا تفرج لها راه كيبوس لها يديها، وهو إلا تهلا فيها كتبوس له يديها، هذه من علامات الرضا والوفاء والتلاحم. وهذا وهذا الشيء كله فيما يضر الجزائريين، إذا كنا بواسين ديال يد الملك في ماذا يضرهم،
ولا كنا عياشه في ماذا يضرهم. هذا السؤال كنت كنعطيه لهم انا كي كنت في الجزائر، كنقول لهم اون كوا سافو سافو جان، اون كوا سافو جان، كان لو مال كي فو كوز اون ايتون فيدال او روا كي سانكلين يركعوا للملك اللهم بارك عمر سيدي. سافو جان اون كوا؟ الي بارلي او زيندو كي كي سو بروسترن كي سانكلين devant les vaches. Pourtant là, l'inclination des Marocains, c'est un acte d'allégeance. Il l'ouala, 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 tout le ouala. Ouala, c'est un nifaq. Rachoua l'ijtimaïa. N'artek bouqa, ou n'artek tracteur, ou n'gul lak, goul viva, yihia boum din, ou sir khidm al-filaha, ou m'addir la filaha, la nidaha. Fem-t-il là? بوالو خصك دير الولاء، انت اللي خصك تعطي الوطن ديالك. وفعلا المغاربه حتى اللي الدوله ما عطاتهم والو، قراتهم وخلاتهم يقراو ونجحوا، عطاو للبلاد، عطاو للبلاد اللي انت ما كتصوروش. من والو خرجوا مستثمرين كبار، خرجوا مخترعين كبار، خرجوا فلاحه كبار، خرجوا كتاب، خرجوا صحفيين، دكاتره، مهندسين، موثقين، محامين، خرج مجتمع ناضج وايجابي للوطن للامه المغربيه، وبلا ما كيقولوا الدوله عطينا هما كيعطيوها. اما اولئك الذين غسل دماغهم من طرف النظام الحاقود المكره للمغرب، الذين كانوا يطلبون اقتسام ثروات البلاد، اللي كانوا يريدون العيش عيشه الريع، اللي كانوا باغيين يقسموا البترول، لا كان شي بترول والغاز والذهب والحديد والفوسفات والسمك، ما هادوك ما عطاو والو للمغرب، لانهم كيتحاسبوا في المنتوج الوطني، كيقول لك خصنا من المنتوج الوطني ناكلوه نخدموه، ما كيحسبش بحال كيطلع امن البلاد، الامن الداخلي والامن الخارجي، ما كيحسبوش، ما كيعرفش هذا الشيء كيفاش داير، ما كيحسبش كيفاش باش كتطلع البنيه التحتيه للوطن كامل، المساحه المغربيه كاين كامله، وما كيعرفش نسبة الإنتاج بارابور الدول اللي كتصدر الملايير والفلوس كتعطيها رشوة ولا تنتج الشيء إلا لشراء دمم الذين سيكرهون المغرب أو يعارض المغرب أي مشروع. حتى الجزائر وظفت أكبر المحاميين في العالم لمتابعة المغرب في شتى القضايا، وكاع عندنا كاع المغاربة عارفين هذه القضية، واليوم حتى حاجة ما كتخبى. الجزائر صرفت الملايير، انا كنقول الجزائريين كيدخلوا يسبوني وبينما انها حقيقه، يدخلوا لي سيت اوروبيان سيت امريكان سيت روس ويقلبوا لافير ديكسبورتاسيون دي فوسفات فيغ لاندونيزي، لافير ديكسبورتاسيون دي بويسون برودوي اغريكول فيغ لليون اوروبيان، ويلقاو المحامين اللي كيتعرضوا للبواخر ولي كونتينر ماروكان وكيقولوا لا هذا الشيء راه جاي من الصحراء، بينما الصحراء ما صرف من اجل الصحراء، من اجل الاقاليم الجنوبيه الساحليه، تجبد استخرج من رئتنا، حنا خلصنا كنا كنخلصوا لا بي اس ان لا بارتيسيباسيون على سوليداريتي ناسيونال، اي كنا كنخلصوا اي كنا كنساهموا بسميتو لو بون دي سهارا، كنا كنشريو بون سهارا المغرب كتجمعهم وكتستثمر الصحراء توفر جميع ما يمكن توفره للاقليه او للاغلبيه الساكنه في الاقاليم الجنوبيه التي تركتها اسبانيا صحراء قحلاء عقارب وافاعي، كما ترون اليوم مخيمات الرابوني والحماده وتندوف، كما ترون تمن راست ورقله وتيميمون، كانت هكذا دايره الاقاليم الجنوبيه التي تركتها اسبانيا مجرد كارثه طبيعيه، مجرد نقطه سوداء في وسط، والمغرب حولها الى حديقة بملاعبها وطرقها وإناراتها ومستشفياتها ومدارسها ومعاهدها وجامعاتها وكل البنية التحتية الضرورية للمعيشة الكريمة. نتحدى أنا أي واحد من هادو اللي كاين لا غروند غول لا غيل دي كروكوديل كي سوفر لا بلو غروند غول ولا ديال الطبع ديال لي بوبوطام، إل فا جيتي أن كو دي إل فوا أفون إي أبخي. ونتحداه يعطي سؤال راسو، أين كانت الجزائر لما كان الإسبان يحتلون الأقاليم التي هي مغربية
لماذا لم يقترحوا على المغرب لا بوخروبة ولا قدافي، لم يقترحوا على الحسن الثاني مساعدته لطرد الإسبان من الأقاليم الجنوبية المغربية ومن سبتهم ليبيا؟ لماذا المواطن الجزائري لا يطرح هذا السؤال؟ ولماذا لا يطرح السؤال أين كانت هذه الجمهورية الصندالية قبل خروج الإسبان؟ ولماذا الجزائر وأتباعها والقدافي لم يختلقون دولة صندالية أو دولة جمهورية الوهمية أيام كانوا الإسبان داخل الأقاليم الصحراوية الساحلية المغربية قبل المسيرة الخضراء؟ لماذا لم يتبين للجزائر خلق دولة إلا بعد ذهاب الإسبان ودخول المغاربة بجيشهم وشعبهم وتوفير للصحراويين الأحرار الحقيقيين المغاربة كل متطلبات الحياة العصرية للقرن 21؟ وفرق كبير ما بين الأقاليم الشمالية الجزائرية من وهران وتلمسان والجزائر العاصمة وبجاية وقسنطينة وعنابة، وما هو موجود في الأقاليم الجنوبية من سمارة والعيون والداخلة. يشوفوا الفرق كبير بين لايف ستايل، أسلوب الحياة ووضعية الناس كيفاش عايشة تما، فرق شاسع جدا شاسع. كل متوفر ما سميتها الصحراء هذيك، سميتها أقاليم جنوبية ساحلية، يا با لو ديزيغ لابا، ليست صحراء قاحلة بمفهوم الصحراء. اليوم صبحت بحالها بحال تطوان وطنجة والرباط وسلا ومكناس وفاس، وكل شيء كيحلم يمشي ليها. والشعب ديالها الشعب الصحراوي الحقيقي المغربي، لان التلقيب ديال الشمالي والصحراوي والجنوبي ما عندناش في المغرب، ولكن تفرض علينا للتمييز، لان هناك شعب يعتقد انه صحراوي بجمهوريته في تندوف، وهناك صحراوي ليس ذاته الحقيقيه في ان يكون في الصحراء المغربيه، صحراويه مغربيه. لان الصحراوي كما نقولوا طنجاويه مغربيه، وجديه مغربيه، كازاويه مغربيه، كذلك اقاليم جنوبيه الساحليه على المحيط الاطلسي السي، طويله على المحيط الاطلسي، الكلشي متوفر تماك. لاسبان باغ دي لا بول، باغ دي لا بول، مشى لها العقل، لان كاين منافسه قويه 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 قويه، لان طول الساحل وكاين مامن مؤمن، البق ما يزهق، البق ما يزهق. هذا هو المغرب اللي كيقريو ولادهم يكرهوه، وانا كنت تلميذ وقريت الكراهيه، ولكن كنت كنتقطع لداخل مني، كنقول واش فري هادشي كاين؟ واش فري المغاربه خدعوا امير عبد القادر؟ ينبت الشعر في الراس والكف لا صداقه في الكلب والمغربي لا، كلشي كان كيقولها ليا، زعما المغاربه خدعوا الامير عبد القادر. اليوم امير عاميروش ولد عاميروش قال لهم ها مذكره نابليون، انها شنو وقع امير عبد القادر، قالوا خونو اختطفوا المقاومين الجزائريين، ها هما شهد بوضياف قبل ما يموت، وشهدوا شهدوا كلهم اي تحمد، شهدوا على ان الطائره ماشي المغاربه اللي بلغوا بها. جبدوا قضيه لاكارديساب، وديما نهضر هذه القضيه لان ديما كيجبدوها، اي محاوله تحاور مع مغربي يجبد ليه حرب الرمال هجمتوا علينا، بينما هما اللي هجموا. انا تسولت الناس ديال فيكيك، صحابي رفامي ميموني ولاد فيكيك، وهنا صحابي بزاف البوكيري بزاف فوق، قال لك حنا كنا وكانت لاكار تما، قال لك هما هجموا وقتلوا الناس ابرياء، والمغرب تعطل باش جاو كعاو هما بحال اللي داروا في العرجه، اضربني وبكى وسبقني وشكى، ودخلوا الحاسي البيضاء، وسولت الناس، جو مسوي رونسيني، عندي صحابي دي كادر زون ايتي افيكتي لابا، وهضرت انا وياه، قال لك سولنا، قال لك هما اللي هجموا الاولين، ودخلوا المغاربه، دخلوا الجنرال بن عمر الله يرحمه، كانوا غيوصلوا للعاصمه ديال تندوف، ودخل عيط لهم المرحوم حسن الثاني، قال لهم حبسوا، زفت لهم بوما مع عبد الهادي بوطالب، لان فرنسا تدخلت، لان فرنسا كتحمي المساحه اللي خلات الجزائر، كتحمي المساحه الشاسعه، فهمتي، الروي الصغيور والكرش كبيره ولكن ما فيها والو، فيها غير لا ميرد. دونك وكيقول لك تعدينا عليهم، ودابا من ولاو لي ريزو سوسيو وحضرنا عمليه اطلس اسني، ان مولاي يدخل دار العمليه ومعاه كلكو ماروكان والاغلبيه ديال الجزائريه امبورتون لا سوسيتي فرونسيز، وداروا عمليه تيغوريست وسط مراكش، وكانوا غيديروها في كازا ويديروها في فاس باش يحبسوا السياحه، وباش المغرب يطلع كاع العسكر ديالو اللي في الجنوب ويحبس بناء الجدار الامني،
وليزار الا ركوني سا قال لك حنا درنا هاد العمليه باش نخويوهم الصحراء ونضربوا الصحراء. ساعه المغرب كمل الجدار الامني ديالو، والجدار الامني قلت لكم توتولو في الحلقه الاولى ديال هذه القضيه، الجدار الامني تعتبر من لي ميرفي دي موند، بحالو بحال سور الصين، بحالو اكثر من لا تور ايفال، من الطول ديالو قداش وكيفاش مؤمن، كيفاش لانستالاسيون، كيفاش لي رادار، لي زونتي موفمون، لي ديتكتور دو موفمون، لي مين غارق، سراق الزيت يشوفوها، وعاد فوق منو جراد ديال لي درون حاليين ديك الدنيا. المغرب مأمن القضيه، مأمنها. المغرب شراو ليه بلاصتو طردوه، هو هرب، علاش؟ الجزائر خسرت الملايير، خسرها الهواري بومدين، كيقول لك وقت الموسطاش، على الناس اللي شراو من عندهم الديمان باش دخلوا الاتحاد الافريقي، دخلوا البوليزاريو والقدافي، دخلوا المغرب انسحب، ما تقبلش الوضعيه. وكيقول لك كان عندنا الموسطاش يامات هواري بومدين 73 دوله اعترفت بوليزاريو، خاصك تحسب شحال مليار مشات لك بداك الاعتراف، شحال مليار مشات لك، وشحال بدا تخلص في اي مناسبه باش يبقى الاعتراف ساري المفعول، لان اعترف لك اليوم مي في اي مناسبه باش يزعزع يقول لك واجبد لي يا خويا، راه المغرب راه اتصل بيا وراه باغي حتى هو نسحب الاعتراف، وكتجبد كتجبد كتجبد، راه غير اللي عيط الو جبد لي، راه جو عندي المغاربه راه بغاو نسحب الاعتراف، جبد جبد جبد، غير الوقت اللي المغرب كان كيحط في القنصليات، في القنصليات في المغرب، في الاقاليم الجنوبيه المحرره من الاستعمار الاسباني، كان كيدخل القنصليه وهما كيضربوا دوره عند الافارقه، اتاي جيب لي كاس هنا، جيب لي كاس اتاي، جيب لي كاس كزا، راني دونك من المغرب كيجيب السفاره، كيجيب بليتو قنصليه، كيمشيو يجريو يتفاوضوا، جبد جبد جبد، راه خرجوا كيولا، علاش؟ لان الوضعيه ديال الافارقه جوج حوايج تبدلوا، غير ننبهكم وصافي، ماشي ربما كاين اللي يعرف احسن مني هذا الموضوع، انا غير فكره، لان انا عايش مع ليزافريكا وقريت معاهم ودوس معاهم، ونو سوم توس ليزافريكا، كونت اون بار ديزافريكا سا فو دير الساحل، سا فو دير كوت ديفوار، نيجيريا، سينيغال، بيركينا فاسو، غيني، اكسيتيرا. دونك الوقت 76 الوقت هذاك الشيء قبل ما يموت الهواري بومدين، كانوا الافارقه كانوا ياخذوا الرشوه، كانوا ياخذوا الرشوه ديما باش الاعتراف يبقى ساري المفعول، ويزيدوا ياخذوا الاصوات امريكا اللاتينيه في لي سيناتور ديال لي بيي سوسياليست اترافيغ لو موند، الرشوه فلوس الغاز والبترول اللي كانوا نورمالمون خصهم يتخسروا على الشعب الجزائري، يولي بحالو بحال فرنسا في التطور، ماشي الفقر يبقى فيها، هربوا 6 مليون 15 مليون جزائري او 12 مليون يعيش خارج الجزائر. واش كان شي واحد كيهرب من الجنه؟ كان شي واحد يهرب من شي بلاد مصوبه مزيان مقاده مزيان؟ اقوى دوله قوه اقليميه يهربوا منها 12 ولا 15 مليون؟ جو نو بونس با. ميرسي لو تي ا فوتر سونتي لو تي ماروكان. كم كانوا كيعطيو الرشوه، الرشوه اليوم هذوك لي زافريكان اللي كانوا كياخذوا الرشوه الاغلبيه ولاو دوله متحرره اول حاجه، ومتحضره، ولو متحضره نقدر نقول لكم قبل بوريطه، لان بوريطه لقى الاجواء بحال لو تيغان شويه بريباري، علاش؟ لان كانوا عندنا دي جون هنايا قراو معايا هنايا لا بروموسيون ديال 82 اللي تخرجوا في 83، يا بوكو دو كادر مشاو لبلاداتهم، كانوا في لي سونتر دو فورماسيون، كانوا في لي ناب، في المدارس العليا، كانوا في الكليات، مشاو لبلادهم، داو لو ميساج لبلادهم، قال لهم اودي او ماروك nous étions très bien traités, ni racisme, ni rien du tout, et nous avons vu ce qui se passe là-bas, les Marocains tous sont pour le Sahara c'est un terrain 100% marocain, et vous avez commis une erreur d'avoir reconnu pour ces bandits, ces mercenaires, ces séparatistes obscurantistes, corrompus, arrivés de nulle part, هذا الدورة ديال البوريطة، ويلا بيان اكسبليكي، وهاد العلاقة اللي خلقها سي محمد الله ينصرو، اللي فتح الابواب الافريقية، وفتح المجالات الافريقية، وفتح اسواق المغرب الافريقيين، ودخلوا المغاربة دولو استثمارات، والمغاربة فيهم واحد لافونتاج كيديروه، المغاربة كي كيمشيو لافريقيا، ما كيفرضوش انهم ما يخدموا، كيخدموا الافارقة، كيخلقوا مناصب شغل للافارقة، وكيكونوا افارقة، على لونتربرونيا. على لا ديسيزيون، الباترون يعلموهم، كيعلموهم الحرفة، كيعلموهم لو ميتيي، لي زافريكان غوماركي كو كونت إل فيان لو ماروكان، إيز أبخان بوكو دو ميتيي،
اي غان بوكو دارجون اي بوكو دافونتاج. ولات العلاقه غاديه وكتشد مع الافارقه والمصداقيه ديال المغرب غاديه وتنستالا. طوندي كو لارجي غير كيعطيك لارجون. اي ما سي كان كانوا فريمون سوسياليست ولا كومينيست يديروا المقوله ديال ماو تسي تونغ. Ne me donne pas un poisson, apprends-moi à pêcher. L'Algérie, ma quand elle m'a ou quand t'as t'aimé le chouette. T'as t'aimé. Quand dire si que tu es un pays africain, que tu es mort et canté, ou la jambèze, j'ai fait mon dial de l'Yassarien, ou dire les Sahara, ou le Sharab, ou Imchi. Tu fais qu'il y a les Yat, tu es généreux, tu es généreux, l'Algérie. Creuser trop, tu es peut-être. Tu manques les Mokbila, tu es un peu de Zahir. Et faire qu'il y a quand même, tu es là. Ma gade de Tiroual. Berne dans. بهذه الطريقة ديال التسيير غادي تبقى تقلب غير على البترول، تعيط للشركة تيقلبوا على البترول يديروا قسامة. علاش هي تصدع راسها؟ كاين البترول كونتخيغمون اللي بقى فيهم الحال لي زالجيريان يمشيو يهضروا مع الإماراتيين اللي كانوا كيسبوهم وكيسميوهم هما والسعوديين دابا كيطلبوا الاستثمار فعلا الإماراتيين شادين كاع لي زافير دابا ديال الجزائر اللي هما دولة قد الفصيلة فيركيل وإمارات مع العلم أنها إمارات مطبعة وعلاقة وطيدة مع إسرائيل. ما خافوش ندخلهم اسرائيل والمغرب يدخلهم اسرائيل. هنا الكراهيه ديال الجزائر غير مبرره هكذاك، هي حقد وغيره من نجاح نظام على نظام. نجح اولا الملكيه على الجمهوريه الجمعوريه، ونجح الليبراليه على الجيوعيه. الملكيه ما قدروش يحيدوها وما يقدروش يحيدوها لان حنا عندنا الملكيه في الدم ديالنا. هما قال لك باغيين يحررونا، انا ما كنقولوش نحرروا الجزائريين. اون جامي بريتوندو اتر ان بيي كي ليبر لي اسكلاف ولا كي ليبر لي بريزون ولا كي ليبر لي اوبريمي ولا كي ليبر سو كي فيو دون لوبريسيون. لا 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 لا، حنا نو سوم ان بيي توليرون، اللي جا عندنا مرحبا به، ونو سوم ان بيي ناتر ما كندخلو حتى في شؤون ديال شي دوله. والصحافه ديالنا ما كتدخلش شؤون الجزائريه، ولي ميديا ديالنا ما كيدخلوش، وحتى لي ريزو سوسيو نو سوم با تيليغيدي ولا كوموندي ولا ديريجي par le régime, pas du tout. Tout le monde qui est libre. Par contre, les sites et les réseaux algériens marchent à la volonté, au pouvoir et aux directives des pouvoirs militaires. C'est là la différence. Nous avons dit دار تقرير المصير، الاخرين راه قلت لكم توتالوغ، الاخرين قالوا تقرير المصير حاكمه صافي الحسن الثاني راه هبط يديه، راه دخل الازوات، كبر العدد، كبر، كانوا 20,000 ولاو 700,000، كبر، هذوك اللي دخلهم اش خاصهم؟ خاصهم ياكلوا ويشربوا ويتخلصوا، كيتخلصوا 4 مليون جزائريه الواحد، شكون غيخلصهم؟ شكون اللي غيدخلهم اسبانيا ويديرهم باسبور ويديرهم الاقامه؟ جزائر. إذا الجزائر زادت عليها المصاريف، بينما المغرب حط تقرير المصير بدا كيخدم في الميور، بدا كيخدم في الجدار الأمني، بقات تسنى تقرير المصير، وحنا راه كنصوبوا في الجدار الأمني، بقات تسنى أنت تقرير المصير، وحنا راه حنا كنعرفوا براسنا وبالقضية ديالنا في إفريقيا، بقات تسنى في تقرير المصير، الوقت اللي كثرت الهضرة على تقرير المصير، تم اكتشاف بالدليل على أن هناك خليط، كاينة واحد الخلوطة سكفكف. مخلط مطحون شويه من مالي شويه من نيجر شويه من ليبيا شويه من ازواد الجزائريه شويه من ازواد، المهم توارق شويه من كوبا شويه مخلطين، اللي مطهر اللي ما مطهرش، اللي نوار فرونسي اللي كافي كريم، فهمت؟ كل واحد واللغه، ما كاينش الحسانيه وعياو ما يعلموا الحسانيه، كعارف واحد من السنغال وخضل تعلم فيه سي ولا مالي تقدر تعلمو الحسانيه. الحسن الثاني قال ما بقاش مصداقيه في هذا الاخر، لا 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 مابقاش خدام تبدل. اليوم كنهضرو على الحكم الذاتي، محد هما حاكمة، هما ما كيقبلوش الحكم الذاتي هادي مدة ملي تقترع عليهم، هادي مدة. اسكو لو ماروك المغرب كيما قبلوش تقرير المصير كيما قبلوش الحكم الذاتي، واش حبس استثمارات في الصحراء وحبس الخدمة؟ ما حبسش. الأقاليم الجنوبية دابا ولات بحالها بحال الأقاليم الشمالية، ربي جاب لنا واحد الجاهزة للأكل وجاهزة للبس، قضية القرقارات أغبياء حرضوهم قالوا لهم سيروا باش ديروا السينما، سيروا برصوا في القرقار باش العالم كاع يشوفكم أنكم دولة تحررية وباغي تطلبوا الاستقلال ديالكم والتقرير المصري وأنكم فعلا دولة، وراكم كتعاكسوا مرور مركبات والشاحنات والتجارة
والراليات وكنت درت واحد البوم ميدياتيك. وفعلا داروا زوبعه اعلاميه، ولكن المغرب عنده السلاح الصامت، عنده لارم سيلونسيوز، خلاهم الفراشه كتبقى تدور حدا البوله، خلاهم تتحركوا. بداو حتى وصلوا يقشروا الارض، بداو كيقشروا في الارض باش يحيدوا الكودرون، الاراضي المزفته، عرقلت الشاحنات والسيارات والمرور. المغرب تفاضوا، عرفتي تفاضوا فالكاميرا تفا كلشي وضرب دورة تما. غدا لقينا حتى واحد نش، لقينا غير الصنادل. كيفاش وقعت؟ كل واحد كيفاش كيتخيل، لي درون لي كرون ترامب الله اعلم، ما عرفنا شنو وقع تماك. بين عشية وضحوا دوك اللي كانوا دايرين لي كلاش تحت منهم، واش ماتوا واش تحرقوا واش علقوا واش سجنوا، كل واحد كيعطي الاطروحة ديالو. المهم خديت القرقالات تفضات من تماك جرى جهلات، ومن بعد امور توضحات. المغرب زاد وسع المناطق العازله. ترامب قال لهم سي اغيتي دو اغيتي يا شمايمو، هاد الصحراء راني ماروكان، الصحراء از ماروكان. هاد القضيه ديال الصحراء مغربيه، والله العظيم حسن تاني الله يرحمه، الوقت اللي كان جيريغان هنا يلعب الجولف يلعب البولو مع كان صاحب الحسن تاني الله يرحمه مزيان، كل المغرب بعد من دوك صحاب ما احترمش هنا الاشتراكيين والاسلاميين، وما داهاش هذوك جبهه الصمود دوك العرب، وطبع مع اسرائيل. كون فضينا هذا المشكل في السبعينات على الاقل، في الثمانينات ديال الثمانينات نفضيو هذا الشيء، لان ريغان يقول لهم سهره ماروكا واللي قرب نشعل فيه العافيه، لان من وراه جاو غير الخطر، غير اللي يبغيو الحروب. راكم شفتوا بوش الاب والبوش الثاني كي دايرين، من وراه جاو غير الخطر، من ورا ريغان جاو اللي قرب المغرب يتيري فيه. مازال هذا مازال كون بقى ترامب كون راه جات لي درون ديالو حرق ديك الدنيا، هذا بايدن شويه، ولكن وناتو مادام ان معاك الميريكان غيتبدلو رؤساء، جامي فون غوفونيغ سيغ لا ديسيزيون كو لو سهارا اي ماروكان، ولكن سافا بوسي فيغ لافونتاج دي ماروكان، باسكو المغرب اللي دار مع علاقه راه مؤمن. سي با ان بيي، سي با ان ريجيم فوايو، عنده اصاله صاحبي، كيعرفو مع من يهضرو، يهضرو مع مليك، وكاين مستشارين، وكاين ان بروتوكول جينيرال ديال الغوايوم، وكاين دي كونسي دايرين بيه، وكاين دي مينيس، وكاين قيامه، والملك كان من وراه، ملك كيتسنى، عندهم لا كونتينيتي دو غولاسيون غارونتي، ماشي يجي واحد غايقول لهم لا، انا راه ما بغيتش هذاك النظام اللي كدا، ولا لا، حنا عندنا مملكه متتاليه، وسرسحنا ولادنا كنربيهم على الملكيه، وقراو على ان الملكيه احسن ضمان باش يبقى المغرب مستقر وغادي في طريق الازدهار. المغرب ديال 20 عام ماشي هادي، ديما كنقول لهم وكيكاو كيزمو كنقول لهم قارنوا 20 عام ديال بوتفليقه و20 عام ديال الملك المغرب، اشنو دار بوتفليقه؟ اشنو دار المغرب؟ وقارنوا شحال من خطاب دار الملك وشحال دار بوتفليقه؟ بوتفليقه دار 3000 ولا 4000 خطاب. المغرب كنا كنشوفوا الملك نشوفوا غير في عيد العرش، غير في عيد العرش ولا شي مرض. بوتفليقه كل يوم خطاب 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 خطاب، ولا سولتيه يجاوبك يومين، خصك تطفي الراديو ولا بغيتي ما تسمعوش. شنو دار؟ والجزائريين اللي هما عارفين الحقيقه شافوا هذا الشيء يقولوه، بينما هما ما يقدروش يبينوا على ان المغرب راه ناجح في السياسه ديالو ابار شي معارضين صغار، ولكن بلي ليميت. هذاك الشيء علاش دابا نرجعوا للسؤال والعنوان، على انه اقتراح فتح الحدود هو اعلان الحرب مع الجزائر، لان غتنوض ليه الشعب اصاحبي. الشعب كيحسب المغاربه كلهم سيروره، يحسب المغاربه كلهم طلابه، يحسب المغاربه كل دار فيها دعاره دق ودخل، كيحسب الجوانات غير كيتسركلو، دخل القهوه راه ليا كيلو حشيش حطو حدايا نكميه، فهمتي؟ كيحسب راه حنا غير مصهينين، شنو كاين؟ هادشي هو اللي مخيليه، مخيلي راه حنايا في البيدون فيل، حنا في هادي. ولكن ملي كيدخل الجزائري هنايا ويشوف المغربي كيتجول بكل حريه، ما كاين دودانات في كل 50 متر، زرو 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 برس ما تمشيش حدا المقاطعات، فين ما مشيتي تماك دودان، ما كاين جدرميه، باراج ديال جدرميه، عندنا لي باراج اللي هما قانونيين، مثلا تمشي غادي لبوزنيقه تلقى باراج ديال المحمديه، تلقى واحد ولا زوج سانيتير، وما كيوقفكش دوز 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 الا ما كاينش شي طوموبيله، لان كاين كونفينمون، كاين الوقت اللي كان كونفينمون على لاغ سانيتير، ما عندناش ديك القضيه في كل درب
براج، كل درب براج، كل درب العسكر قلب، والحباسات عامرين بالمعارضين. حنا الحباسات عامرين بالشفاره، ولكن شي معارض لهم مشى بالمغالطه راه كانت مراجعه القانون الحكم ديالو. اذا شنو هو الفرق؟ انا من هنا واحد كيقول لي غادي نجي نديوك بالمنوط نديوك الحراش. دابا تصور، دابا حتى حريه الراي البراني ما قابلينهاش، هما عندهم 1000 سيت. دابا دخل لي سيت الجيريا السبان، ما عندهمش هاد اللغه ديالنا اللي كنهضر بها انايا. حنا كنعطيهم معطيات، كنقول لهم انتم كتصدروا البترول والغاز، وكان عندكم 500 مليار ديال الريزيرف ديال الدوفيز بقات فيها مع 12 ولا 6 المليار، ولات بانكروت، ولات الدوله ما غتعامل معكم. الجزائر قوه اقليميه، قوه ما عرف شنو. راه دابا الامريكان كيدير لها مستشفى ميداني. مستشفى ميداني فين كيديروه؟ كيدور في الدول اللي كاين تكون حاله حروب او ازمه حاده اقتصاديه او حروب اهليه، بحال دابا غزه. المغرب مشى دار مستشفى ميداني. تونس عندها مشكل اقتصادي حاد، مشى المغرب دار مستشفى ميداني، تعرف شحال فيه 1000 مترو. الامريكان مشى دير المستشفى ميداني في الجزائر، وشكون خدامين فيه؟ لي ماروكان هما اللي غيديروه، ما يقربهم حتى واحد، حتى واحد ما عارفهم لي ماروكان. لي ماروكان مدخلينهم ليزامريكان يطلعوا مستشفى ميداني بالاسريه ديالو، شحال فيه مسارير، ربما 30 40. المهم كاين لو جيس مساعده للدول الفقيره المعوزه ولا اللي في حاله حروب. انا فينا هو هاد القوه على الجزائري ما كيفكروش؟ فينا هاد القوه الاقليميه اللي كتشوف مساكن دي فام كتقول لك قهرنا ريحه الصنان، قهرنا الصنان، الماء ما كاينش نتيما، ولات النكات، ولاو لي طخول، ولاو لي طخول، ولاو لي كاك، ولاو لي تراك، ولاو بزاف الامور اللي ولاو بهذا الشيء. حنا ما عندناش. وفينا هي هاد العبوديه اللي عندنا حنا؟ تجي لكازا تسارى، تهبط عين الدياب، تعوم لي بيسين، تمشي فين ما عجبك، لي كلوب، في تقدا شي، ما عندكش فلوس عشيه طلع المارشي دو كرو ولا اي مارشي، وقف تما قول للمراه ما عنديش نتقدا لولادي، عمروا الكفه كلشي ويعطيوك باش تشري الدواء. المغاربه دايرين هكذا، واللي ما تيقنيش يمشي يجرب، واللي مكذبني يجي عايرني هنا في الاخر. المغاربه قلتها المره اخرى وجاوبوني بزاف، قال لي عندك الحق. كنمشي العشيه كنلقى الخضاره كيفرقوا الخضره فابور عن الناس اللي ما عندهمش، كيعمروا الكفوف ديالهم. وهذا هو كرم المغاربه، وهذا هو تضامن المغاربه، وهذا هو المغربي الحقيقي، ماشي هوهو. حنا ما كنسبوش، نو سون با دي هوهويست، لي هوهويست بلا بلا بليست اوني با سا. عندنا شوف راه ماشي كنخافو ولا شي حاجة، ماشي كنخافو، هذا أصالة، هذا سي لوريجين ديالنا، نو سون كوم سا، لو فغي إتر إيمان لي هو نوبل داير هكذا، مي سيلوي كي سوفاج، كي بغي سي سوفاج، إينو، كيكره الناس هو هذا. لهذا نختم لكم هاد القضية، بالنسبة للجزائر لي كيسبوني ويعايروني، كنقول لهم واحد القضية، خاصك تعرف بلادك، راه دولة ماشي متقدمة، ما هي فرنسا، ما هي إسبانيا، ما هي ألمانيا. وخصك تعرف العلاقة مع إسبانيا وفرنسا، إسبانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا، إلا لمصان الحليب الجزائري نشفوه، ما يبغيوش على سواد عيونك، على البترول ديالك والغاز ديالك والفلوس ديالك باش تشري أسلحة وباش يدومينيوك. ثاني حاجة، الجزائر ليست دولة قوية، دولة ضعيفة جدا، ضعيفة اقتصاديا، لأنها لا تنتج شيء، كانت كتنتج واحد 10% اليوم ما كايناش، لا تنتج شيء، هي تبيع الغاز والبترول. Produit pays producteur de gaz et pétrole, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. وهذاك البترول والغاز كيمشي حتى هو تيمشي دول باش تحافظ على هذاك لومبلاسمون ديال النظام. وثالث حاجة، دولة عنصرية، تكره السود، تكره الأفارقة، وتحقد على المغاربة، وعندها هدف تحطيم المملكة المغربية. محو النظام الملكي المغربي، وينادون بأنهم سيحررون من العلويين. هذا هو اللغه ديال الجزائريين، انهم سيردون جمهوريه. حنا ما كنقولش غنردوكم مملكه، مملكه صعيبه عليكم، خصكم عندكم تاريخ ديال 1400 سنه. وهذاك اللي كيقول لي تاسسكم، نعطيه سؤال واحد، سير شوف الناس راه كتموت بالمئات، ما بقاش كتموت بالعشره، بالمئات، ما كاش الاكسجين، الاطباء يبكيو، لي ترونسبورتور يبكيو، العائلات يبكيو، لي ماجور يبكيو، لي زانفيرمي يبكيو. ولسنا نحن من نقوم بتصوير ولا باللي درنا الفيديوهات، انتم جزائريين كديروا هادشي، كتشكاو اشنو كاين، شنو كاين، ماشي حنا، حنا عندنا لي كا تخي غار، مي هادشي سي دونجورو. العالم كله كيتفرج في دوله اللي كتعتبر راسها اقليميه وكتحرر دوله، دول اخرين، الدوله كتشد بوليزاريو، كيتعالج في النعجه او كيتعالج في المانيا او في اسبانيا، والجزائري يموت امام ابواب المستشفيات. ويجي عايرني انايا يقول لي تمركي كتبوس لي الدين وانت متصهين.
انا هذا اللي كان عندي انا شي موساد او شي صهيوني يسير البلاد نبوس ليه راسه، لان البلاد راه بخير وعلى خير. اللهم قوي الصهاينه الذي ارجعوا هذه البلاد جنه النعيم. ولكن لا، راه المغاربه اللي داروا هذا الشيء، المغاربه الرجال اللي داروا هذا الشيء بقياده السلطه العليا الملك اللي بغى معكم السلم باش ينقذكم، وانتم كتسبوه وكتعايروه. لان الملوك الشيم ديالهم دايرين هكذا، ينقذون البشريه. هذا هو الملك. الاصاله والجين لي جين دان روا نسى كل شيء وقال لكم حلوا الحدود بوغ فو سوفي باسكو فو نالي غيان دوني او ماروك. المغرب لا يحتاج لا بترول ولا غاز. حنا شركات النهار كما تقول لقينا بترول لقينا غاز، انا والله الشعب ما مسوق، بالله العلي العظيم الشعب ما نوض تخدم. كان شي واحد حبس الخدمه يقول لك راه لقينا البترول، لا كلشي كيخدم تو المون ترافاي. هادو هما لي ماروكان. وبهادي كنحيي المغاربه، كنحيي المغاربه مليار ومليار ومليار وملايير المره. المغاربه كاملين عبر العالم كنحييهم، وهما القوه ديال المغرب. وعاش الملك، وعاش الملك، وعاش الشعب المغربي، وعاش المملكه. وسير تايا بقى تابعني تقول لي عياشي ولا عياشي. ما كرهتش كون النهار اللي تزاديت وكنت نعطي سميه نسمي راسي العياشي، وكان باقي نولد الدراري نزاد عندي شي ود والله غير نسميه العياشي بالله، وحق الله العظيم إن نسميه العياشي ولا العياش بالله. اجي ساهله تكون عياش. شكون هو العياش؟ العياش نفسر لكم العياش. العياش هو اللي حامد الله وفايق وعايق ببلاده باللي راها بخير وعلى خير، وحامد وما فيهش ديك النقمه. النقمه يقول لك انايا ما كاين والو، ما كاين ما يدار، ما كاين هذيك، حيت ما عايش. والعياش اللي عايش وقانع بداك الشيء اللي عطاه الله، وفرحان بداك الشيء اللي عطاه الله، انه باقي في صحته وكاين اسماء مبرزه مول وتوحد كريسي وتوحد ما يدير ليه ومؤمن. هذاك هو اللي كيعرف شنو هي معنى عياشي. العيا اللي قال لي شتي عياشي عرفوا انه رجل ناضج وعارف الخير اللي راه وسط منه. هذا هو العياشي. العياشي ماشي هو اللي يقول عاشا عاشا عاشا، راه ماشي شد وقال عاشا، ني با بيت. يقول لك لا راه عريان وقال عاشا، لا عاشا الملك راه كيقولها بعض المرات كيكعاو كيقول عاشا الملك، فهمتي؟ ولكن كي كتشوفو كيقول لك لا سيدي حنا اختارنا الملك، راه واحد ياكل واحد. باسكو سي لا سيكوريتي بعدا لا ستابيليتي دي بي اليونيون دو توت لي زيتني. حنا راه حنا مختلفين، وهذاك الاختلاف هو الغنى ديالنا، هو لا ريشاس ديالنا. اي سي غراس او روا، غراس او روا يوم حنا مجتمعين وعايشين بخير. شي ما مع عنصري معاش. انا كبرت في الجزائر، الزواوي ما يبغيوه الشرقيين، الشاوي ما يبغيوهش الغربيين. الغربي كيقول لك هذاك راه الشاوي، هما اللي شادين العسكر الصحراء وما يقبلوهمش في الشام كيقول لك نيغرو. كبرت تماك. الوهراني يقول لك تلمساني مريقه حاره ما يحملوش. هادشي كبرنا عشنا فيه، هادشي خصو، هادشي منين جاي؟ من التربيه، التربيه من التربيه ما كايناش من الاساس. لي جان ديال ليديكاسيون ما كايناش. القمع ديال الاستعمار 315 عام ديال تركيا و 132 عام ديال فرنسا، ما حاولوش يشدوا الشعب ويعطيوه واحد النظام نقي ويعيش ويواكب الحضاره ويعيش متحضر. ما يرجعوش القرن الحجري يكره الناس ويبي يردو يعتقد هو زامبلا، هو اكيم، هو سميتو هذاك بلاك لوروك، دوك لي زارتيستيك ديال ولا راهون. لا، راسو انسان خدم غادي يوصل وغادي بلادو. عندك لي موايا باش تكون دوله متقدمه، علاش بقيتي تابع المغرب؟ علاش بقيتي تابع المغرب؟ نردو جمهوريه ونحيد الملك، مالك؟ شكون انت؟ ها قالوها لك الكوبيين الروسيين، دابا هما مشاو، هما رجعوا للملكيه، هما عايشين في سان بيترسبورغ دابا، روسيا عايشه نظام ارستقراطي دابا، رومانيا، بلغاريا، كاع رجعوا للنظام الملكي سوف الجمهوريه، كلهم عايشين دابا، لقاو واحد الاصاله رجعوا ليها. الجزائر من رجعت؟ باغا تحطم المغرب؟ الجزائر كي تلفت ما شدت لا تراث ديال لي كابيل، لا تراث ديال الصحراء اللي هو ديال التوارب وازود اللي هو رائع رائع جدا، وديال لي كابيل هو رائع رائع جدا، وديال العروبيه ديال الجزائر اللي هو رائع، لا ديال سعيده ولا ديال مستغانم ولا ديال تيارت، ولا الطارب ديال التلمسان اللي هو موروث. دار تاعي مشات للتراث المغربي. على غوشيرش بحال هذاك، على غوشيرش دو ما فام هي هادي. ولكن لا، هادشي سا مارش با، باسكو اللي عنده شي حاجه مكسي بيها وماشي ديالو راه تبان غيتورق، ما يقدرش يبدعها. الابداع ماشي هو السكاناج. كنحييكم
وزيدوا عاود سبوها وراه دابا حيدت النظاظر. قال لي واحد راه كيدير النظاظر باش ما يبانش عليه الكذوب، هذا بسيكولوج بيير داكو، قال لي جزائري، قال لي كدير النظاظر باش ما يبانش عليه الكذوب. ماني انا هو تبون ولا بوتفليقه؟ بوتفليقه راه قال لكم ندير لكم زوج كوب دي موند، زوج كوب دي موند باش يدير لكم، باش تعرفوا بلي تابع المروك، باش يدير لكم واحد كرون كومبلكس سانيتير، واحد مستشفى كبير في الجي، دار لكم اكبر مسجد وما عنده لا نقاله جمال بالملايير تخسروا، والداخل الزخرفه كلها صابوها مغاربه، الملايير تخسر تماك باش يقلد الحسن الثاني بمزيد الحسن الثاني. لا سي با نورمال. قال لي شاف المغرب كيترشح لا كوب ديمون، قال لهم على بالكم لي المغرب الجزائري اورغانيز دو كوب ديمون. اسمح لي كيكذب عليكم فاس فاس. تبون قال لي نرجع لكم دابا شويه، نرجع لكم كاع الصوالد اللي تخونوا وما نوريكمش الخطه باش ما ديرونيش كونتر خطه. الكذوب عندكم عادي، الحكايات ديالكم على المغرب كلها كذوب، كلها كذوب، وكتحسبوا الناس كيكذبوا بحالكم. لا جامي، علاش نكذب؟ علاش نكذب؟ شنو غادي ناخذ باش نكذب انا؟ ها؟ باسكو جو دي لا فيغيتي كي تو بلاس كي تو توش. علموك الكراهيه وعلموك الحق وما عطاوكش علاش. كذبوا عليك قالوا لك حتى 63 وقالوا لك كذا وكذا وما بغيتيش تقبل على ان داك الشيء كذوب. وقلنا لكم كاع واحد الوقت كما قالها الملك ديالنا الله ينصرو، قال لك نحن لسنا مسؤولين عن الماضي. واحد الوقت قلت لكم انا قبل من الخطاب ديالو قلت لكم سيبوزون كل هادشي اللي كتقولوه فري، ان المغرب تعدى عليكم. اليوم راه حنا ولاد اليوم، كما اوروبا اللي المانيا طحنتهم ردتهم غبره كاملين، ولا ولاد اليوم وصوبوا الاتحاد الاوروبي شو كيف فين وصلوا. كما الفيتنام اللي ماتوا لها 5 مليون ديال الشهداء و100 عام هي في الحرب ومضاربه مع 5 ديال القوات العالميه. كما الجابون اللي ضربوا ناغازاكي وهيروشيما وهما ضربوا لهم بير هاربور بلي زوبيراسيون كاميكاز وقتلوا شحال ميريكاني، والاخرين انتقموا بلا بومب اتوميك شحال قتلوا جابوني، هما اللي علاقه زوينه. الا الجزائر نحن لن ننسى، لن ننسى. بوتفليقه قال لك نسامح ولن ننسى. شويه لاخر جبد لهم اطلس عسني قال لك سدوا الحدود وراهم اعتقلوا الجزائريين وسخسخوهم يومين ثلاث ايام، لن ننسى. سي دو لونفونتياج، سي دو لونفونتياج. واحد يقول لك نوبلي لو باسي بور ايفيتي ces erreurs et ces bêtises et on préserve le passé s'il est bon, s'il est mauvais on essaie de corriger pour avoir un très bon avenir. Hein? On ne fait pas d'un âne un cheval de course. Adou el mouchkila. À votre santé, baqi une vidéo inchallah. Wa douk li kaysnanou abandonné, je vais pas abandonner. Le wa'i bda kaywsel, nnas kantlaqa ma3hom kayhiyouni min البوليس, من الشعب, من الخضارة. مصحاب الحوت، مولي المخبزات، مولي المحلبات اللي كيتلاقى كيحييني وكيسلم عليا وكيقول لي حنا متبعينك، و سي ان كرون افونتاج كي المغاربه يوليو يتبعوا قضيه وطنيه، هنا كيبان لك المواطنه دخلت لدم المغاربه، ونحييكم واحد النهار قلت لكم واخا يتبعني غير واحد، جو سوغي تخي كونتون باش نقول لك الواحد غادي نفرح واحد في المغرب، نفرح واحد في المغرب اللي يولي عنده امل ان المغرب راه فيه ما يدار والمغرب زوين، غير واحد. اليوم ولات في لاشين 38000، يلا درنا لاشين باقتراح من اصدقاء الفيسبوك، دير لاشين باش ما يبقاوش يسينياليوك، وهذا الفيسبوك هذا اللي درتو هذا اللي كنديرهم انا باش ما يسينياليوش وما يحيدوليهاش كنوبه كندير لهم واحد، علاش؟ لان متبوع وكاع حاجه اللي زوينه وكتقاد المواطن المغاربه كيدخلوا وكيسينياليوها باش تحيد. كاين حنا ديما كاينين، ديما كاينين، وهادشي كلشي كيتسجل كيتيليشارجا وكاين دي ديسك دير وكلشي، كاين الناس اللي خدامين واخا اماتور هادشي كنحافظوا عليه. الولاد ولادنا باش يعرفوا اننا كنا كنقاوموا على البلاد بدون انتظار اي جزاء، الجزاء ديالنا هو نشوفوا المغاربه بخير وعلى خير بيناتهم ومقتنعين ببلادهم وكلهم عياشه، لان العياش هو اللي يضمن استمرار هذا الوطن. كلهم عياش، حنا كنا عياشه، راه ماشي ساهل باش تكون عياش. اللي يكون عياش هو استطاع ان يوفر الحياه الكريمه له ولابنائه، اما اللي كاره وراطي وما واصلش ما باغيش يوصل كيحقد على الوطن، حنا ماشي شغلنا فيه، كلشي بين يديه، راه ماشي كراهية الوطن اللي غتوصلو، تا ولاو يشدو هذا مومني هذا هذا باغي يدبر على راسو الصرف ديال المعارضة ويديرو ليه معارض ويبقى ياخد في الفلوس ويضحك عليهم. أنا المعارضين اللي كانوا يتصنتو لي اللي كاينين برا نعرف المعارضين ديال بصح يدخل هنا ويدير الحزب ديالو ويعارض النظام، عندنا الحرية باش دير الحزب ديالك، راه دازو الإسلاميين ودازو الشيوعيين ودازو الاشتراكيين، تا واحد ما تعتقل، راه طلقو طاز مامرت كاملين طلقو
وتعطوهم تعويضات ومنهم أمينة حيدر ما كانتش مشدوده كاع، قال لك هي تعرضت للعذاب وشي حاجه خدات 50 مليون، واللي كانوا معتقلين كاع داروا كوميرس، كاع عطاوهم، كاع عطاوهم تجاره، عطاوهم فلوس، تعويض، المصالحه ديال بصح، شي الوئام المدني اللي هبط، الوئام اللي هبط الارهابيين ولا عاود كيهدد بهم السكان. كنحييكم وتبارك الله عليكم، وجاسبر يكون الصوت في هذه لان الاخرى قلت لهم ما كاين الصوت، تبارك الله عليكم، وشكرا لكل كل 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 المنخرطين وكل اللي كيتلاقى معايا وكيسلم عليا. وشكرا كل الصحاب اللي كيديروا لي كومونتير لان سي تري امبورطون باش ناخذوا افكار نبدلوا افكار ونبينوا لهم اننا نحن هنا رجل واحد مكونين للمغرب، المغاربه كلهم يكونون رجل واحد للدفاع عن الوطن، لانه العدو ديالو اللدود راك ما عرفتش شكون هو، باي طريقه باي وسيله ما كرهش يشوفنا افقر دوله واضعف دوله ومتشتته ومنقسمه على عده اطراف، وهذا لن يصل له لان كنقريو ولادنا وكنوعيو ديالنا وكنجيبو دروس اللي ما كيتعطاوش في الجامعات وفي المدارس. تبارك الله عليكم، بون ويكاند، باقي الفيديوهات.